احنا من غزة واحنا من الشمال. شو بتسووا؟ نتعلم المجموعة الشمسية نقراها. ايش بيخليكم تقعدوا هان وتدرسوا؟ بيكون زهقانين فمنحب انه نقرا ونتعلم. خايفين من المستقبل؟ موضوع المدارس اذا كانت مهدمة ما يكونش فيه تعليم. يعني نروح على دارنا وما يكونش فيه مدارس. يعني احنا بدنا نروح على دارنا ويكون فيه مدارس ونقرا ونتعلم وعشان نكبر ويكون فيه مستقبل لنا. وزي ليش اليهود بيهدموا المدارس؟ عشان الاطفال يتعلموش وينشؤوا جيل ما بيعرفش يقرا ولا يحكي، ما يعرفش ايش هي فلسطين. ليش اليهود يعني اجوا واحتلوا فلسطين وغزه. بدي اسالك ايش صار في بيت؟ ايش يعني صار منه اضرار وبقى منه كم من حيطه وبس. هترجعي لو رجعتي ولقيتيه مهدم بالكامل ممكن تتركي غزه؟ لا، بنحط خيمة فوق دارنا وبنقعد فيها.